زي ما احنا عارفين يعني أمم أفريقيا خلاص هي الملف الأبرز حاليا، وبنتكلم بدأنا في العد التنازلي لانتهاء البطولة. ربنا إن شاء الله كده يسترها معانا. أكيد هنتكلم عن الرؤية الفنية للمباريات في العموم، وماتشنا كمان بكرة أمام كوت ديفوار اللي الناس كتير قوي ابتدت تتهكم وابتدت تتوقع وابتدت تحلل من قبل أصلا ما المباراة يعني تتلعب أو حتى نتكلم في تفاصيلها. على كل حال هنفهم كمان وهل الفترة اللي جاية مباشرة ولا لأ. يعني أعتقد النهاردة هيبقى في نوع مختلف لأن احنا في طاقة إيجابية قوي مع ضيفنا قبل الهوا يعني كان بيتكلم بالشكل ده. خلينا نرحب مع الناقد الرياضي الأستاذ وليد الحديدي. صباح الخير، وأنا عاجبني الروح المختلفة. صباح الفل، ازيك يا هوا؟ منور الدنيا. أهلا بيك كريم، ربنا يخليك. حضرتك معانا في الصحف الأهلي، وقبل ما نطلع لحضراتكم على الهواء مباشرة أثناء الفاصل كانت نهاوند بتسأل أستاذ وليد، بتقول له إيه؟ بتسأله عموما مش بس فيما يتعلق بمباراة بكرة، بتقول له بشكل عام أنت متفائل ما خدش كسر من السنة؟ عايزين بقى نعرف الأمارة بتاعت التفاؤل عشان حتى نستمد منك الروح الحلوة دي. شوف خلينا نتكلم بس بشكل عام. أولا الناس لازم تعرف قيمة منتخب مصر. يعني إحنا لما بنتكلم عن قيمة اسم منتخب مصر، الفكرة مش شفونية أو عنجهية أو إن إحنا يعني معتزين باسم بس منتخبنا في المطلق، لكن انت لو تابعت الميديا مش بس حتى في افريقيا، في العالم كله قبل البطوله، هتلاقي الناس بتتكلم عن منتخب مصر انه داخل البطوله مرشح للفوز. طبعا فدي اول نقطه. صح. تاني نقطه ان انت عندك جيل حالي، جيل مميز. يعني انا بشوف والحقيقه انا بستغرب من ده، ان في بعض وسائل الاعلام وبعض النقاد او المقدمين او واتيفر يعني اللي بيتكلموا في الاعلام بعيدا عن السوشيال ميديا، بيتكلموا احيانا بنوع من التقليل او التهكم لبعض الاسماء في منتخب مصر. صحيح. ويرد ده بناء على رؤيه فنيه او بناء على داتا او معلومات، لا بيكون بس مجرد انه عشان يعمل ترند او غيره، ما يعرفش ان الحاجات دي بتوصل وبتاثر، ومش بس بتوصل لنا كلعيبه على السوشيال ميديا، لا الناس بره، الصحفيين بره، وانا ليا علاقات مع صحفيين افارقه وغير افارقه، بتشوف وبتتابع وكل حاجه بتترجم وتوصل. فانت حتى حته الرهبه بتاعت منتخب مصر اللي عندهم لما بيجي الميديا المصريه بتتكلم عن المنتخب بنوع من التقليل، فحتى فكره انه يدخل وهو خايف منك دي بتقل وبتنكسر، فده بيأثر علينا سلبيا. غير ان احنا عندنا جيل مميز من اللاعبين طبعا، مميز اذا احسن استغلال. اكيد اكيد، انا هتكلم كمان في النقطه دي. الجيل اللي عندك ده فيهم احسن لاعب في العالم، يعني فيهم محمد صلاح اللي هو احسن لاعب في العالم حاليا، يعني فعليا مش برضه كلام، مش مجرد كلام. وعندك بقى بس هو مش عارف يلعب منفردا، وفي نفس الوقت لازم يتم توظيفه صح. هو افضل والافضل، ولكن ما فين الاجواء اللي تتيح ان هو يدي افضل ما عنده فعلا؟ بالظبط، دي مسؤوليه على كارلوس كيروش المدير الفني وجهازه، ومسؤوليه كمان على مجموعه اللاعبين، ومسؤوليه على محمد صلاح نفسه. ما في الاخر اصل الكره دي هي معادله كيميائيه، ما فيش حاجه فيها، مش عنصر واحد يقدر يعمل كل حاجه. طبعا. فاذا محمد صلاح هيتميز فلازم ده يكون من محمد صلاح اولا، من زمايله ثانيا، وقبليهم كلهم طبعا الجهاز الفني. واستكمالا للكلام ان احنا كمان عندنا مدير فني كويس. انا عارف ان الناس في مصر مستاءة منه، صح، ده تعبير حقيقي يعني، ومستغربة من بعض الحاجات اللي عملها سواء في كاس العرب، وان كنت انا بعتبر كاس العرب دي بطولة كانت استعدادية، فانا يعني مش عايز انظر لها كبطولة نقدر نقيم من على اساسها. وكمان كاس الامم الافريقية اول مباراة، مباراة نيجيريا، كان فيها مساحة من التأليف واسعة جدا، وكان فيها تعامل غير جيد تماما تماما من كارلوس كيروش على مستوى توظيف اللاعبين واختيار التشكيل وتحديد أماكنهم وغيره. لكن أنا فيه هو في جانبين كده، عارف أنت كان فيه في كرتون زمان بتاع مازينجر المزدوج كان عنده وشين كده، وش طيب وش شرير، فهو عنده وش طيب ووش شرير. الوش طبعا الشرير ده تعبير مجازي، يعني هو طبعا طيب ومحترم كل حاجة. الوش اللي فيه عند او تمسك بالراي، خلينا نقولها يعني. بالظبط، هو عنده سمات شخصيه عنده طول عمره، يعني انا متابع كيروش من زمان جدا، من ساعه ما كان مساعد مدرب في مانشستر يونايتد من زمان، وما قبل كمان من بدايه ما كان ماسك منتخب الشباب في البرتغال، وفي بدايه التسعينات لما مسك منتخب البرتغال الاول، وكان ليه مسيره كده طويله. هو كان يعني كاسم في البرتغال اسم معروف، فاي حد كان متابع كره عالميه بشكل دقيق عارف الراجل ده. فهو عنده فنيات وبيعرف يبني جيل وبيعرف يكتشف مواهب وبيعرف يقدم اسماء جديده، وده عمل اوريدي مع منتخب مصر، وممكن كمان نذكر امثله. لكن مشكله الراجل ده طول عمره انه صدامي وعنيد، والعند احيانا احنا بنقول في المطلق العند يولد الكفر، ففي الكوره العند بيولد الاخطاء. فاذا تخلى كيروش، وانا شفت الملامح التخلي عن العند ده في ماتش غينيا بيساو وماتش السودان، انه بدا يتراجع لما لقى
ما هو احيانا النقد بيبقى صحي. النقد الصحي امتى؟ لما انت تنتقد فعل خطأ بالظبط، لما تقول انت لعبت غلط، ده نقد عظيم جدا. لكن ما تستهنش بلاعب وتقول ده ما بيعرفش يباصي، يعني لا ما فيش كده. لكن الاعلام المصري والجماهير المصريه، حتى الجماهير اللي سافرت، يعني الراجل ده كان خارج من مباراه نيجيريا بعد ما خسرنا 1-0، هو متخيل انه عادي، يعني انا بلعب نيجيريا دي منتخب مصنف قبلي حتى في افريقيا، عندهم نجوم، خسرت 1-0 بس، اول مباراه في البطوله بس لسه ما تاريخه غيري، انا 7 بطولات ما فيش حد حتى قريب مني يعني. اكيد بس خلي بالك في الكوره التاريخ دايما تاريخ، يعني في اوقات بس بنبني عليه برضو يا استاذ وليد، يعني ما نقدرش ان احنا نلغيه. يعني ده زي ما حضرتك بديت كلامك، هو بيخلي اللي قدامك عارف قوي هو داخل بيلعب مع مين، او القيمه اللي هو القسم بيضعها ليك. فيعني بالظبط، ما هو ده اللي هو ما كانش مستوعبه، يعني ده اللي كيروش ما كانش مستوعبه. هو كان متخيل زي ما بقول لك انه داخل مباراه في افتتاح، فتعالوا نجرب نخدع منتخب نيجيريا، فنحط محمد صلاح مهاجم ومصطفى جناح ونحط تريزيجيه. فهو عمل حاجات غلط، حسبها غلط، بس هو كان خارج مش منزعج قوي. بس لما لقى الجماهير اللي كانت موجوده، مجموعه الجماهير اللي سافرت من مصر بقى. فالناس لقى في حده في التعامل، حتى هو كان رد فعله كان غريب وعمل كده مشاهده. الحده دي كانت حاصله من اول حتى البطوله العربيه. ما هو عشان كده انا بقول ممكن البطوله العربيه نلتمس. يعني العند طول معاه، ده اللي عايز اقوله. يعني لو افترضنا زي ما حضرتك بتقول ان هو يعني ابتدى يستدرك بقى الامور، يعني اتمنى يكون ده اللي حاصل فعلا، مش نتيجه مثلا احساسه بضغط مفاجئ من الجماهير الى اخره. يعني فكره ان هو تراجع في حد ذاتها، يعني شايفها ازاي؟ ما هو بص، البطوله العربيه انا ممكن التمس له 100 عذر. خلي بالك اللي عمله في البطوله العربيه ده هو اللي خلانا نكتشف مثلا ان عمر كمال عبد الواحد ممكن يلعب باك يمين، وحللنا ازمه لما اكرم توفيق اتصاب. هو اللي خلانا نكتشف ان ممكن يكون في زيزو يلعب في وسط الملعب بدل ما يلعب جناح بس، فممكن تستغله في وسط الملعب. هو خالي من الحسنات، لكن السيئات اكتر، ده اللي عايز اقوله. ما هو عشان كده بقول لك ان سيئاته مش في الفنيات، هو عنده فنيات، لكن سيئاته في شخصيته. اللي حصل في مباراه نيجيريا انه بعد المباراه تخلى عن جزء كبير، مش عايز اقول 100%، لكن جزء كبير من السمات السلبيه في شخصيته، اللي هي فكره العند او التجارب اللي بزياده. عشان كده كنا في غينيا بيساو في الشوط الاولاني كنا ممتازين جدا، وجبنا 3 كور في القايم وكان لينا فرص. في الشوط الثاني تراجع الاداء شويه، بس منطقي مع الحمل البدني، وانت عارف الاجواء في الكاميرون عامله ازاي. كمان في السودان كنا بنأدي بشكل الى حد ما كويس وكسبنا وعدينا. خلي بالك برضو ان ظروف البطولة دي، السنغال مثلا القوة المخيفة متعادل ماتشين وتكسب ماتش واحد بضرب الجزاء في الدقيقة 93، كانت زيمبابوي كانت هي الافضل وتصعد اول بهدف واحد بس. النهاردة الجزائر بتخرج رابع مجموعات. اقصد ان افريقيا مش اي مباراة انت بتخوضيها سهلة ومضمونة بالنسبة لك. هي بطولة ملهاش كبير، وفي نفس الوقت في كرة القدم انت صعب اصلا تتوقع. يعني ده اللي شفناه مع منتخبات، قال لك في الاول الجزائر، وبعد كده قلنا لا تونس هتخسر، يعني فعلا في مفاجآت كتيرة قوي. يعني ده جامبيا دور 8، جامبيا اللي اول مره تشارك في حياتها في البطوله. يعني انا عارف، يعني قبل البطوله لو سالت مثلا 100 واحد في الشارع تعرف دوله اسمها جامبيا، 90 منهم يقول لك لا فين دي؟ زامبيا في الاخر. ايوه. طب ده معناه ان جامبيا ممكن تبقى هي في راي حضرتك الحصان الاسود للبطوله، ولا مش شرط؟ لا واقعيا خلاص تعتبر طبعا هي الحصان الاسود، انتظارا لباقي المباريات. النهارده ملاوي بتلعب المغرب، مين عارف، ما ممكن ملاوي تعملها طبعا ان شاء الله ربنا يوفق منتخب المغرب. النهارده غينيا الاستوائيه بتلعب السنغال، برضو وارد جدا اي شيء يحصل. لكن لحد دلوقتي المفاجاه الابرز هي جامبيا وجزر القمر كمان امبارح. الحقيقه رغم الظروف الصعبه، رغم الظروف قدموا حاجه محترمه بصراحه. اللعبه كمان من غير حارس دي مش سهله ابدا. ده بس يعني مش من غير حارس بس، يعني ده 13 اصابه بكورونا، ومنهم الثلاث حراس زي ما حضرتك قلتي. جايب باك شمال الوحيد. النهارده المدرب ليه تصريحات بيقول انا، يعني قالوا له انت اشمعنى اخترت ده؟ مش بيعرف يقف. قال لهم لا انا دخلت، قلت لهم مين اللي عايز يقف جون؟ فما حدش رد الا ده، فجبت وقفته. لا، في الكوره دايما محتاجه كفاح، وجزر القمر كافحت امبارح وادت عشان كده ظهرت بشكل كويس. جامبيا كافحت قدام غينيا وكافحت في المجموعه عشان كده ظهرت بشكل كويس. عشان كده كيروش عليه مسؤوليه كبيره جدا، لكن كمان لا نتناسى
مسؤولية اللعيبة. أنا كنت بدأت إن إحنا عندنا جيل مميز، لكن التميز ده أنا محتاج أشوفه في الملعب، محتاج أشوفه فنيات، وقبل الفنيات لازم يبقى في روح وإرادة لو عايزين فعلا نتخطى الموقف ده. وعلى فكرة مباراة صعبة جدا، لازم طبعاً نؤمن بده، والحظوظ فيها 50-50. أنا بتفق معاك. وفي كمان يعني أسباب خارجية بقى أو على الجانب كده أو على الهامش، بتكلم برضو إن الناس متوقعة أخطاء تحكيمية بنسب مش صغيرة، معرفش التوقعات دي برضو هناخد رأي حضرتك فيها. وفكرة الأرض، أرضية الملعب كارثية يعني، مأساة. ما أرضية الملعب مش كارثية، بس هي كارثة في حد ذاتها يعني. المشكلة ملعب شابوما ده أسوأ على مستوى التصميم، ملعب رائع جدا. لو شفت صوره من بره تقولي ده إليانز أرينا ولا كامب نو حاجة كده. خش بقى الأرض تتفاجئ يعني، عرفت انت اللي حلو من بره بس من جوه مشكلة. فالأرضية فعلا سيئة جدا. هو أنا عرفت إن اللجنة المنظمة حاولت في الأيام اللي فاتت تحسن الأرضية وتعمل حاجات كده، مش عارف بقى ربنا يستر ما يكونوش بيرشوها بويا خضراء زي ما احيانا بيحصل في ملاعب افريقيا. لكن الارضيه السيئه برضو بتبقى محتاجه تكتيك يعني تقدر تتعامل معها. خلي بالك ان انت برضو بتلعب منتخب كوت ديفوار ده كلهم بيلعبوا في اوروبا في كلاس A، فهم كمان متعودين على الملاعب البساط يعني، ما هماش برضو جايين من الادغال، فهيبقى عندهم نفس مشكلتك. هم بس الميزه الوحيده ان هم لعبوا على الماتش على الملعب ده 3 مباريات، فبداوا يعتادوا عليه. انت بالنسبه لك اول مره هتواجه ده في البطوله، فهتكون محتاجه احنا خبراتنا ان شاء الله تقدر تتعامل مع ده. كمان فكره التحكيم اللي بتقولي عليها، في الحقيقه البطوله على مستوى التحكيم خصوصا التحكيم الافريقي البعيد عن الشمال الافريقي، احنا مستويات الحكام في شمال افريقيا الحقيقه مميزه الى حد ما، باستثناء يمكن رضوان جيد اللي كان مش سيء في اداره المباراه اللي كانت بين بوركينا فاسو والجابون. هو ما كانش مفهوم يعني، كان مشدود شويه مش عارف ليه بالزبط. يعني هو جاي كان عنده تارجت كده، عدد معين من البطاقات لازم يطلعه اللي هو بيقفل الحساب في اخر البطوله فبس. لكن الحكام الافارقه ما فيش مبرر يخليهم يقصدوا يظلموا مصر ضد كوت ديفوار. انت ممكن لو بتلعب الكاميرون زي ما حصل امبارح كان في بعض المؤاخذات على حكم المباراه ضد جزر القمر، لكن لو هو الحكم سايب علينا وعليهم فبرضه هي فكره مبررات مش عايزين نوجدها للناس. هو ده طبعا. احنا انا ليا ساعه بدايه المباراه وعلى مدار 90 دقيقه اشوف احنا بنتعامل ازاي. انا محتاج روح واراده، لقيت اكاد ان الاراده والروح بتعوض الفنيات بنسبه كبيره. هي الحته دي انا كنت عايز اقف مع حضرتك عندها، وخصوصا ان دي تاني مره بتذكرها، جزئيه مسؤوليه اللعيبه بعيدا عن الجهاز الفني والتوجيهات الى اخره. هل في مساحه ان احنا برضو نستغلط اللعيبه طول الفتره اللي فاتت، ولا لمجرد ان كل واحد فيهم اجبر على انه يلعب في مركز غير مركزه، فده بالتالي بيخلي المسؤوليه تتشال بالكامل من عليه؟ انا شايف الى حد ما ان حتى لو خديت كل لعيب يلعب في مركز ثاني غير مركزه، لازم يوريك على الاقل حد ادنى مرتفع من الجوده يعني على الاقل، ولا ايه؟ متفق جدا. وبلاش، بص انا كمان هروح معاك، انا مش عايز من اللي لعب في غير مركزه يأدي. يعني في مباراه نيجيريا مش عايز محمد صلاح يأدي لو لعب في مركز غير مركزه، وان كان بيلعب فيه في بعض الاوقات في ليفربول، وحتى مصطفى محمد مش عايز منه حتى يلمس كور. لكن تعالى بقى للتسعه التانيين اللي لعبوا في اماكنهم، يعني حجازي والونش كانوا بعيد جدا عن مستواهم في المباراه، اكرم كان كويس قبل ما يخرج لكن طبعا الاصابه دي حاجه قدريه، احمد فتوح برده قبل ما يخرج كان مستواه متوسط، النهارده وسط الملعب اذا كان موجود نني ولا حمدي فتحي ولا تريزيجيه كانوا بعيدين عن مستواهم وبيلعبوا في مكانهم، عمر مرموش بيلعب في مكانه كان بعيد عن مستواه. فاللي اقصده ان احيانا المدرب بيألف، فلازم تحمله مسؤوليه، لكن كمان اللاعب لازم يفهم انه مش بريء طول الوقت. لازم اللاعب يفهم انه عنده كمان مسؤوليه زي مسؤوليه المدرب، اللاعب هو مدرب جوه الملعب، ففي اساسيات في الكوره مش مقبول ان انت واللاعب كمان هو أضرب بكتير من كيروش في الحاله اللي احنا بنتكلم عليها، بانعكاسات اللي هيعملوه على الجماهير طبعا والتحفيل اللي ممكن يتحفل عليه، لانه هو الراجل مصري وعارف الحاله عامله ازاي، وعارف تطلعات الجماهير عامله ازاي. فمثلا الاستلام والتسلم ده هو المدرب هيعلم لاعب بيلعب في منتخب مصر يستلم الكره ازاي ويباص الكره ازاي. كنا بنشوف اخطاء في التمرير حتى القصير. انا برضو ادي العذر، لسه مسافرين ومسافرين قبلها بكام يوم، واجواء الكاميرون فعلا قاسيه، وفكره انك تلعب 3 و6 في المعادين دول بيبقى الجو لسه فيه حراره زايده شويه والجو مش مناسب. فاحنا بدانا نعتاد على الاجواء، عشان كده نتوقع ان شاء الله بكره هيكون التوب فورم بتاعنا وهنظهر بشكل كويس يا رب. طب احنا نتمنى اكيد كلنا يعني ذلك، بس لو حضرتك من خبرتك بتشوف برضو ايه اللي بينقصنا علشان نعود مره تانية سواء جاي او في حتى الماتشات اللي بعد كده، ان انا اظهر تاني
صورة منتخب مصر اللي خلينا نبقى برضو صراحة لم تظهر خلال هذه البطولة في هذه النسخة؟ يعني احنا طبعا اتكلمنا عن نقطتين اللي هي الإرادة والروح اللي لازم يكونوا موجودين. غير كده نيجي بقى للمهم اللي هو اللي على أرض الواقع، الاختيار التشكيل. لازم كارلوس كيروش يدرس منتخب كوتيفوار كويس، لأن منتخب كوتيفوار عنده مواطن قوة مهمة جدا في خط الوسط وخط الهجوم، والتعامل بتاعهم او تعامل المنتخب معاهم مش هيبقى زي تعاملك مع السودان ولا غينيا بيساو ولا حتى نيجيريا، لان طبعا هم اسرع من غيرهم في الارتداد من الهجوم للدفاع طبعا، ومن الدفاع للهجوم زمان طول عمرهم طبعا. طب ولحد دلوقتي طبعاً. المنتخب ده عنده نفس السمات دي، المنتخب ده عنده واحد من افضل لاعبي الوسط في العالم اللي هو فرانكي سي، جنبيه سانجاري ده برده لاعب مميز جدا، ميشيل سيري برده لاعب مميز جدا. دول ثلاثي وسط ملعب محتاج ثلاثه يقابلوهم ثلاثه وحوش في الكوره، يعني ما ينفعش تدي فرصه لفرانكي سي انه مثلا ياخد الكره ويتقدم ويبقى عنده رؤيه يدي يمين او شمال. ده راجع لدراسه الخصم، وفي نفس الوقت لازم اتعلم من اخطاء الماضي، لازم اتعلم من اخطاء اللي حواليا الماتشات اللي فاتت. ما السؤال بقى يا استاذ وليد، هل فعلا بتشوف ان المدير الفني بتاعنا بيعمل ده؟ ولو ما كانش بيعمله هل دلوقتي ممكن نتوقع انه هيبتدي يعمله كنوع من مسمى يعني او تحت مسمى التعلم من الاخطاء، ولا لسه العند زي ما حضرتك بتتكلم؟ بص يعني انا ليه قلت متفائل؟ ان لو كان فضل مستمر في نفس الاتيتيود بتاعه والتعامل في ماتش غينيا بيساو وماتش السودان كنت قلت لك لا يا خلاص مفيش امل خلصت يعني خلصانه نقفل كده الحلقه دي ونمشي ومفيش حل يعني. لكن لا، هو بدا يصحح جزئيا في ماتش غينيا بيساو، وبدا يصحح جزئيا اكتر في ماتش السودان، واللي جاي لنا من طبعا احنا زمايلنا صحفيين او مراسلين بيتابعوا هناك التدريبات كويس. وبنشوف بيحصل ايه، فاللي وصل لنا انه بدا يشتغل بشكل فيه منطقيه اكتر. تفاصيل الكوره وتفاصيل الخطه ومين يراقب مين ومين يعمل مين هو يعملها بشكل كويس، هو بس يبعد عن الحته الاوفر او الالترا اللي كان عاملها في نيجيريا دي، مش هتحصل باذن الله بكره. فيبقى بس انه يدرس منتخب كوت ديفوار بشكل كويس، يعرف مين هيراقب مين. عندهم مثلا كنت بتكلم عن خط الوسط، عندهم كمان ثلاثه في الهجوم يعني متعبين جدا. لقيت فشفناه قدام الجزائر عملوا ايه، نيكولا بيبي اللي هو ده جناح ارسنال زميل محمد النني، فالمفروض محمد النني يكون عارفه وحافظه بقى ويغشش اللعيبه زمايله وبيعمل ايه. عندهم سيباستيان هالر ده مهاجم اياكس وده هداف دوري ابطال اوروبا السنه دي، دوري ابطال اوروبا ده بقى اللي فيه صلاح وميسي وكريستيانو رونالدو وليفاندوفسكي، وهو ومع اياكس يعني يا ريته مثلا مع فريق كبير اللي هو فرص طول الوقت. فلا فده يديك انطباع عن قيمه وفاليو هالر. يخوف ما خوفش لكن والله يخوف لا مش هيخوف بس حتى تلاقيه قاعد خايف معاكم بس بص نفس الفريق ده لما لاعب سيراليون مثلا اتعادل 2-2 ليه؟ لان سيراليون كان عندهم ايمان في حظوظهم لحد اخر لحظه، جابوا كانوا متقدمين كوت ديفوار 2-1 لحد اخر لحظه في الدقيقه 95 لو تتذكر الجون اللي مسك الكره وقعت منه وجت للاعب فانت ارجع تاني لحته الروح والاراده، لان هي صدقني في افريقيا تحديدا في الاجواء دي والظروف الصعبه دي وكل الضغط ده هي دايما هي بتكون كلمه الحسم. ليه؟ لان انا عندي تجارب اهو في البطوله واضحه وثابته. هو في اي مقارنه بين مستوى غينيا الاستوائيه والجزائر فرديا وجماعيا؟ غينيا الاستوائيه تكسب، في اي مقارنه بين مستوى جامبيا وتونس مثلا لما لعبت تونس كسبت جامبيا، وتونس شوف لما ركزت في الكوره وبقت هي الطرف الاضعف قدام نيجيريا كانت عامله ملحمه وخسرانه خمس ست لعيبه نجوم منهم علي معلول كورونا ما لعبش معاهم وقدروا يكسبوا نيجيريا وتخطوها. ليه؟ لان كان عندهم مساحه من الاراده والايمان في الحظوظ والايمان في الانتصار. انا دايما انا عايز ده يبقى لو يعني في سنين جدا يعني طبعا طبعا هو 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 اساس الموضوع يعني هو لب الموضوع، بعد كده ممكن تبني عليه اي حاجه. فتره الانتصارات بتاعتنا بتاعه 3 كاس امم مع كابتن حسن شحاته والجيل طبعا المميز في 2006 و2008 و2010 لما بنيجي نسترجع والناس بتتكلم واللعيبه يقول لك كنا بنتكلم وبنشغل اغاني وطنيه وبنتكلم عن مصر وكان في يعني تحميس طول الوقت، ما دي حاجات بتفرق في الكوره بجد. لازم ده يكون عندنا كجزء، لكن طبعا الاساس هو الدراسه والفنيات والمراقبه والسرعات وكل بس حاجه. فتره كابتن حسن شحاته بالمنتخب الجيل الذهبي اللي كان معاه برضو يعني كانوا مساعدين المشجعين ان هم يشجعوا بحماس وبيقين وبثقه، واخد بالك ازاي؟ لكن ال- 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 الانهزاميه اللي موجوده عند مش عايز اقول البعض للاسف الكثير من المتابعين والمشاهدين ما هي برضو مش جايه من فراغ.
ماشي انا متفق معاك، بس انا شايف ان هي برضو زياده عن الحد شويه يعني، او طولت شويه، او بدات تاخد منحنى مختلف عن الناحيه الصحيه اللي فيها. يعني انت زي ما قلت لك بنصدر الانهزاميه دي حتى للعيبه طبعا. ما هو انا يعني انا مثلا في حد بيتكلم في الميديا بيتكلم مثلا عن محمد النني، يعني خلى ابو النني يطلع يرد، اللي هو ما بيقول لك مثلا ينفع يلعب في درجه ثالثه، ازاي تتكلم عن لاعب في ارسنال وليه قدر من الاحترام والوجاهه والراجل كان عنده نجاحات ولاعب كوره، لاعب كوره افرض انه غلط او لعب ماتش سيء، بس هل توصل لمرحله انه ما ينفعش يلعب درجه ثالثه مثلا؟ فده وصل، ما هو لو وصل لابو النني فاكيد وصل للنني. نفس الحكايه كل لاعب، اتكلم عن كل لاعب على حده، ونفس الحكايه المدرب. يعني في انتقادات زي ما قلت لك بتكون انتقادات تبني، وفي انتقادات تهد. السوشيال ميديا دايما ليها نفس ذات الوجهين، في حملات او طريقه انتقاد على السوشيال. بالظبط بالظبط. فلا لو بتكلم بشكل عام، انا لو كنت متفائل وكنا بنتكلم قبل الهوا عن التفاؤل ما بقتش متفائل. لا لسه متفائل. تفاؤلي مبني على اسس، يعني في اسباب، الاسباب دي شرحتها اتمنى توصل لكم. طيب. انا مش خارج من هنا لو الا ما تتفائلوا، بص انا من الاستوديو ده متفائلين الا لما نبقى ثلاثه متفائلين. هسالك على حاجه ويمكن ممكن دي تبقى من اخر حاجه عندي انا، يعني لان الوقت كمان. كان في خبر معانا في الصحافه النهارده بيتكلم ان كيروش اسند الجهاز المعاون القضيه او الملف الخاص بالدعم المعنوي. البعض قد يرى ان دي حاجه كويسه وكده كده ده دور برضو جهاز المعاون، البعض الاخر قد يرى ان بالعكس ده دور المدير الفني نفسه عشان حتى التواصل، والبعض الاخر شايف ان اصلا تفسير الخبر ده ان هو فعلا الكيمستري بينه وبين اللعيبه غير جيده تماما. اي مدرب اي مدير فني اجنبي بيكون صعب عليه انه يوصل ل يعني انت مثلا حضرتك او انا او حضرتك لو جيتي مسكتي منصب في المانيا وحبيت تحمسي الالمان بعد 3 شهور من على فكره موسيماني عمل ده، معلش مع احترامي الشديد، موسيماني اللعيبه كانوا في افضل ليفل من الدعم المعنوي وقت لما هو جه، وكان في الشهور الاولى، عفوا مش الشهور الاولى، كمان في الايام الاولى. موسيماني مدرب افريقي وعايش الاجواء وعارف وحافظ النادي الاهلي، واجهه النادي الاهلي كسبه قبل كده وكان بينهم صوالات وجولات، وكان حافظ لعيبه النادي الاهلي بالاسم تشكيل اساسي واحتياطي بتاريخ المواجهات، وعارف مصر وعارف اجواء. يعني احنا في الاخر برضو مجتمع واحد، لكن غير كارلوس كيروش اللي هو الرجل الاوروبي اللي ما يعني هل مثلا ما فيش عنده في البرتغال اغنيه بيشغلوها فتحمس زي ما بيحصل هنا؟ هو اكيد كان بيعد سالتك انت برتغالي تقول لي مفيش كده، اكيد ما فيش كده، هم ناس عمليين عملي بحت. يعني اكيد هو كان قاعد وعصام الحضري وشوقي وضياء السيد بيشغلوا لهم مثلا اغنيه وبيتكلموا وبيشغلوا فيديوهات، اكيد كان قاعد مستغرب، يعني اكيد بالنسبه له ده مشهد سينمائي، بس ما كانش ينفع كيروش يعمله، لكن ده دور من ادوار الجهاز طبعا. خدتها في حته. طب احنا قبل ما الوقت بس يعني يسرقنا اكتر من كده، عايز اروح معاك سريعا كده للقاء المرتقب بين محمد صلاح وساديو ماني. اه طبعا لقاء مصر والسنغال اللي طبعا اسفرت عنه القرعه. بص الميديا عامل ازاي؟ الميديا الانجليزيه من ساعه القرعه ما بتتكلمش غير عن الموضوع ده. في اصل في خلفيات طبعا، كان في بعض الكلام المناوشات دي. هو مبدئيا كاس العالم اكيد هيخسر واحد فيهم، محمد صلاح وساديو ماني، اثنين من افضل اللعيبه في العالم ومحبوبين جدا من جانب جماهير ليفربول. المناوشات كانت في فتره من الفترات، لكن اعتقد العلاقه جيده بينهم، لكن ده مش هيمنع ان الحماسه في ارض الملعب هتزيد، ودي واحده من صعوبه المواجهه. يعني ساديو ماني لما مع السنغال كان بيواجه زيمبابوي او كان بيواجه اي فريق تاني، مش هيبقى دوافعه ودوافع زمايله زي ما يواجه محمد صلاح. اكيد طبعا. ساديو ماني هيجيب اللعيبه كده ويقول احنا بص هنكسب صلاح يعني طبعا. فدي هتمثل صعوبه، كل واحد عايز يثبت جدارته. طبعا محمد صلاح يعني في حته تانيه مؤكد، الراجل ثالث احسن لاعب في العالم وكان مرشح يبقى احسن لاعب في العالم، فبتزود المواجهه، هتخلي كل السبوت كل وسائل الاعلام حط عينيها على المباراه، لكن باذن الله باذن الله الجيم الثنائي ده يبقى لصالح محمد صلاح. برضو انا متفائل. نورتنا يا استاذ وليد والله. تحليل جميل وفقره حلوه، نورنا تاني ان شاء الله. اتشرف هنستناك تيجي تمر تاني بقى ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله بنشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر، وشكرنا موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده. بكره ان شاء الله يتجدد لقائنا بيكم في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.